نفذت مبادرة نبضات قلب الطلابية بجامعة الحديدة حملة توعوية تحت شعار معا لكسر الحصار التعليمي من أجل تشجيع الطلاب على الاستمرار في استكمال العام الدراسي الجامعي. معا لكسر الحصار التعليمي شعار لحملة طلابية في جامعة الحديدة بهدف تشجيع الطلاب والطالبات للعودة إلى استكمال ما تبقى من دراسة الفصل الدراسي الجامعي الثاني بعد توقف دام 4 أشهر. الهدف منه انه جميع الطلاب يرجعوا الى الدراسه، لانه مهما كان لازم الانسان يبني نفسه بعلمه ويبني بلده ويطور نفسه. فعشان كده الحمله دي تبين للطلاب وتكون موثقه كمان بكل شيء، انه ما فيش اي شيء وانه الكل ان شاء الله يرجع للحياه التعليميه. لازم كل طالب في كل منطقه في الحديده يعرف انه لازم يدرس ولازم يكمل دراسته. الدراسه هي اللي راح ترجع لهالبلد، هي راح تنهض فيه، هي راح تعليه. إشاعات كثيرة ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود أسلحة ومسلحين داخل الجامعة، الأمر الذي جعل مجموعة من طلاب كلية طب الأسنان يقومون بتنفيذ حملة تفتيش لكل أقسام ومخازن الجامعة من أجل نفي هذه الإشاعات التي ساهمت في عرقلة العملية التعليمية داخل الجامعة، وجعلت العدوان يستهدف مبنى كلية الطب والعلوم الصحية. لا يوجد أي سلاح أو أي مظاهر مسلحة داخل جامعة الحديدة، حتى وإن كانت هناك مظاهر مسلحة لا نرضى الطالب أو أي طالب داخل جامعة الحديدة بأي مظهر مسلح داخل الجامعة، من كان يكون هذا الجامعة لنا نحن الطلاب. تناقلت بعض المواقع بعض الشائعات من بعض الكليات، يعني صارت ثكن عسكرية للمسلحين. طبعا احنا بدورنا وبتعاون مع رئاسة الجامعة قاموا لنا يعني وافقوا لنا ان احنا ندخل كل هذه المباني اللي اشيع حولها هذا الكلام، والحمد لله كل المباني لا خالية من جميع المسلحين. القلم والكتاب هي الأسلحة التي تتواجد في جامعة الحديدة التي تعد من أبرز الصروح العلمية في اليمن، ويتخرج منها آلاف الطلاب سنويا في مختلف المجالات. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة.